تن سينو إب شويني شيرين تبي أويني أنتن هوس إب شوي سنتيني قم قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. تين سينو يعني قوموا، هوس يعني تسبحة، ني شيري يعني الأبناء، بي أو أويني يعني النور، وني قم يعني القوات. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أفسس 2:6. رب يسوع المسيح إله المحيي، أقمني يا رب من نومي، من سقطاتي ومن غفلتي، أقمني من شهواتي ومن ضعفاتي ومن قسوتي، أقمني فأسبحك وأمجد وأعظم اسمك القدوس، أقمني لأنك أنت وحدك من تقيم. أذكر يا رب من أقمتهم من الأموات، أذكر ابن أرملة نايين وابنة ييروس ولعاذر حبيبة، أقمني معهم من موت الخطية البشر، وارجع لي روحي ولكن مطهرة ومقدسة ونقية، وكما أمرت أن يعطوا ابنة ييروس لتأكل، فاعطني أنا أيضا جسدك المحي، فأقوم حيا شاكرا إياك على تلك النعمة العظيمة. أقمني وأضئ فهمي ونور عقلي، لأنك أنت هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. أمين. هوب اوسنت فقر اهموت نام ايم بسوت انتيني نفسيشي ليكي ينعم لنا بخلاص نفوسنا. كلمة ار اهموت مكونة من مقطعين، اير يعني يصنع، اهموت يعني نعمة، هتبقى على بعضها يصنع نعمة او ينعم. سوتي يعني خلاص، انتي يعني الذي لي، نين بسيشي كلمة مكونة من مقطعين نين وبسيشي، فتبقى على بعضها نين بسيشي بمعنى نفوسنا، والكلمة الاخيرة نان بمعنى معنى لنا. خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. لوقا 1:71. رب يسوع المسيح، أسألك أن تخلصني، بل أقم لي قرن خلاص ألجأ إليه عند هجوم الأشرار علي، فأنا لا أعرف غيرك إله وباسمك أمن. ما أعظم هذه النعمة، نعمة الخلاص، فأرجوك يا إلهي لا تمنعها عني، وانعم لي أن أقوم بما يجب علي مجاهدا ضد الخطية، فأنا مشتاق أن أحيا حياة التقوى والقداسة وطهارة، فأنت قلت بدوني لا تقدر أن تفعل شيئا، فخلصني أنت يا رب من سلطان الخطية، وانعم لي أن أسير في طريق الخلاص الذي أعددته لي، وألا أحيد يمينا أو يسارا حتى أصل لميناء الخلاص ويتحقق الرجاء بوصولي في حضنه. وأصلي مع سمعان الشيخ قائلا ها عيني قد أبصرت خلاصك، وأصلي مع حنا النبي قائلا قد فرح قلبي بالرب وارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهجت بخلاصك. أمين. خين بجين ثرن اوهي ايراتين ام بكم ثوسوماتيكوس عندما نقف امامك جسديا. خين بمعنى في، اب جين اثرن اوهي هي كلمة من 4 مقاطع معناها وقوفنا، ايراتين كلمة من مقطعين، اي يعني على، راتين يعني اقدامنا، امبيك امثو كلمة من 3 مقاطع معناها امامك، سوماتيكوس كلمة يوناني بمعنى جسديا. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. يهوذا 1:24. رب يسوع المسيح، عند وقوفي أمامك يبدأ العدو بإمالة عقلي وتشتيت ذهني بأفكار وتخيلات قبيحة وبأحداث في يومي، ويريد أن يجلسني ويجعلني هزيلا غير قادرا على الوقوف أمامك، فيؤثر علي ويفقدني تركيزي ويشوش حواسي. فأرجوك يا رب أضبط عقلي وحواسي، واسمح لي بأن أتذوق معنى الوقوف أمامك. وإن كنت يا إلهي أقف بالجسد، لكن دعني أشكو لك من كسل روحي الشديد ونومها، فجسدي مستيقظ ولكن روحي نائمة ومتخاذلة. ما هذه النعمة العظيمة أن أقف أمامك يا رب وأكون معك، فهبني إياها على الدوام. آمين.
ألي أوي فولهي تمبن نوسم بهينم انتتي إفشي انزعن عقلنا نوم الغفلة. ألي أوي كلمة معناها انزع، إيفول هيتين يعني عن، بين نوس كلمة من مقطعين، نوس يعني عقل ودي كلمة يوناني، وبين يعني نا، فتبقى الكلمة على بعضها عقلنا، وده غير الشائع لما بنيجي نقول في الربع ده عقولنا. والكلمة هنا توحي بأن المسيحيين أو المؤمنين المجتمعين للصلاة لهم عقل واحد. بيه نام يعني النوم، والبي دي أداة تعريف للمفرد المذكر، تي اف شي يعني الغفلة، وتي هي أداة التعريف للمفرد المؤنث. هذا وأنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. رومية 13:11. يا ربي قد علمت أن الغفلة هي غيبة الشيء عن بال الشخص وعدم تذكره لها سهوا أو إهمالا، فماذا الحال معي الآن؟ ماذا عن خلاصي؟ ماذا عن قراءتي للكتاب المقدس؟ ماذا عن اتحادي بك في الإفخارستية؟ ماذا عن توبتي واعترافي؟ غريب حالي يا رب، فما رأيت شخصا وهب له أن يحيا كملك ويتغافل عن كل تلك النعم ليحيا في شقاء وسط اللصوص والأقذار. هذا هو الضال الذي غفل عن خلاصه، هو أنا يا سيدي، فانزع عني اللامبالاة، أفقني من غفلتي وارجع إلي عقلي. آمين. مينانب تشويسن ومتريف ارنفين هوب وسنتين كاتنتين اوهي ايراتين بكمثو ام فنافن تيتي بروسيفشي. اعطينا يا ربي يقظه لكي نفهم ان نقف امامك وقت الصلاه. كلمه موي معناها اعطي، كلمه تشويس من مقطعين، اب دي اداه تعريف للمفرد المذكر، وكلمه تشويس معناها سيد او رب، فتبقى على بعضها الرب، وهنا تتفهم بمعنى ان احنا بننادي ايها الرب. ان او مترف ارنيفين دي كلمه من 6 مقاطع معناها النهائي ايقاظ. ان دي علامه المفعول به، او دي اداة نكرة للاسم المفرد، مت هي مقطع بيضاف لتكوين اسم المعنى، زي لما نقول مثلا مت اورو، مت اورو يعني ملكوت، غير لما اقول اورو فقط دي تبقى معناها ملك. رف ده اسم فاعل، وإير يعني يصنع، ونيفين دي كلمة يوناني بمعنى اصحو او اعتدل، فتبقى على بعضها كلها ايقاظ. انتين كاتي هي كلمة من مقطعين، انتين يعني لكي نحن، وكاتي يعني نفهم. تي ابروسف شي مكونة ايضا من مقطعين، تي دي اداة التعريف للمفرد المؤنث، وبروسف شي دي كلمة يوناني بمعنى صلاة، فتبقى على بعضها الصلاة. واما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. لوقا 9:32. رب يسوع المسيح، اقرأ النص واتحير، فكيف نام بطرس ومن معه، وكيف غلبهم النعاس؟ ألم يدركوا من أنت قدوس الله؟ ألم يدركوا أنهم مع رب الكون ذاته والخالق العظيم؟ ولكن الروح نخس قلبي وقال لي لا تدينهم لأنك مثله، ثقل جسدك وضعف رغبتك المقدسة جعلوك في نوم عميق. آه يا ربي، فعلى الرغم من معرفتي لما تحملته من أجلي، إلا أنني لازلت أتثقل بالنوم. أنا لا أجلد ذاتي، لكنها الحقيقة يا سيدي، فهل من رجاء؟ بالتأكيد، فحينما استيقظ بطرس ومن معه رأوا مجد الله، فأيقظني يا إلهي لأصلي لك على الدوام لأرى مجدك. آمين. وهنتين وقربناك ايه بشوين تيدوك سولوجيات ايه ربريبي وهنتين شاشني ايه بكو ايه فولنتين النوفيات اوش دوك ساسي في لانثروبي. ونرسل لك الى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة، المجد لك يا محب البشر. كلمة اوه تيجي بمعنى حرف الجر، و انتين وقرب كلمة من مقطعين،
امتين بمعنى لكي نحن أخذناها قبل كده، وأورب بمعنى نرسل. إيه إبشوي كلمة من مقطعين بمعنى إلى العلو. إيه يعني إلى، إبشوي يعني العلو، دي اللي جت منها كلمة بشوي يعني السامي أو العالي. تي زوكسولوجية، تي دي أداة التعريف للمفرد المؤنث، وزوكسولوجية دي كلمة يوناني بمعنى تمجيد، فتبقى التمجيد. إيه إبكو إيفول كلمة معناها الغفران، لكن لما نفهمها بالإبطي تدي معنى حركي بيوضح لك الفعل نفسه. إيه يعني بي، إب بمعنى ال، كو بمعنى ترك، إيه يعني إلى، فول خارج. فبنقول له لكي نفوز بأنك تترك لنا خطايانا الكثيرة إلى خارج، كأننا بنطلب من ربنا وبنفكره بوعده بأنه يطرح خطايانا في بحر النسيان. وآخر كلمة عندنا هي فيلا نيثروبي بمعنى محب البشر، ودي كلمة يوناني. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، رؤيا 4:11. قيل لي أنه حسن بل لائق أن أرسل لك التمجيد يا رب، ولكن كيف؟ ها الكنيسة تعلمني أنه بالتسبيح أمجدك وأكرم اسمك القدوس، وفي تسبيح الصعد لك إلى فوق حيث عرشك ومجدك الإلهي أطلب أن أفوز بأن تغفر لي خطاياي، بل أن تشفيني منها وتتركها إلى خارج ولا تعود تذكرها لي. وحينما أبعد عن الخطية وأختبر عملك الإلهي في حياتي ويضيء عقلي وأصبح نورا لمن هم حولي، فيروا في الإنسان الجديد وأعماله الحسنة فيمجدوك أنت يا رب، لأنهم رأوا عملك العجيب فيا. فأنت تستحق كل مجد وكرامة يا محب البشر الصالح. آمين. Hippides moeb choice ni evaiken teb choice doxasi filanthrope haberi kurab ya abid rabb al magdulaka ya muhib al bashar. كلمة اسمه معناها باركه. ني إيفي آيك كلمة من مقطعين، ني وإيفي آيك بمعنى عبيد، ني دي أداة التعريف للإسم الجمع وإيفي آيك معناها عبيد فتبقى العبيد. كلمة دوكساسي كلمة كلنا عارفينها معناها المجد لك، دوكسا بمعنى المجد وسي بمعنى لك. فيلا نثروبي دي كلمة يوناني معناها محب البشر. باركوا الرب يا عبيد الرب، سبحوا وارفعوه إلى الدهور، تتم الدانيال 1:85. أباركك يا رب يسوع وأمجد اسمك العظيم، أباركك في خليقتك وأباركك من أجل أعمالك العظيمة، أباركك أيها الثالوث القدوس لأنك مبارك وينبغي لك المجد. فأنا عبدك وابن أمتك، فاعطف علي وامنحني قوة ونشاط لكي أسبحك على الدوام يا محب البشر الصالح، لك المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. نيت اوهي ايرا تو خين اب اي ام اب تشويس خني افليو انت اب اي ام بنوتي ذوك ساسي في لانثروبي. القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا، المجد لك يا محب البشر. كلمة بإي معناها البيت، كلمة ني أفلي يو يعني الديار. كلمة إم بنوتي متقسمة لثلاث مقاطع، إم يعني الذي لي، بين يعني نا، نوتي يعني إله، فتبقى على بعضها الذي لي إلهنا. مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يظهرون، مزمور 92:13. ربي يسوع المسيح، اشتقت إلى الوقوف في بيتك يا ربي، فإننا في هذا المكان نسبحك ونتمتع بحضورك القوي، ودوما نتلو أنك عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيك والروح القدس. هبني يا رب استحقاق دخول بيتك المقدس مرة أخرى، فبيتك هذا بيت الملائكة كالسماء على الأرض، وأعظم ما فيه هو هذه النعمة الجليلة الإفخارستية، جسدك ودمك الكريمين. واليوم أعلن أنه وقوفي في بيتك يوم واحد خير من آلاف خارجها، إنها حصني وراحتي الحقيقية، فلا تبعدني عن كنيستك المقدسة يا ربي إلى مدى الأيام. آمين.
إنهري خني إجور فايني تنجيك إبشوي نيث أوا بسمو إبشويس دوك ساسي في لا نثروبي بالليالي ارفعوا أيديكم إلى فوق أيها القديس باركوا الرب المجد لك يا محب البشر. كلمة ني إيجوره معناها الليالي، ني دي أداة التعريف للجمع وإيجوره يعني الليالي. كلمة فاي يعني ارفعوا، إث أواب كلمة من مقطعين على بعضها تبقى القديسون. ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب، مزمور 134:2. رب يسوع المسيح، كلما أرفع يدي كلما أتذكر أنها إشارة بالأحرى لرفع قلبي وفكري نحوك، وكما أن اليد تشير دائما للعمل فإنني أتذكر دوما أنه يليق بي أن أعمل عملا صالحا يتوافق مع إيماني، فهبني يا رب أن أعمل مشيئتك الصالحة كل حين. ولكن ما هذا يا رب؟ أتطلب مني أن أصلي في ليل كل يوم؟ يا إلهي، هذا وقت الراحة والنوم. آه يا نفسي، فالكسل تمكن منك، وحينما أهب للصلاة أفكر ألف مرة إن كنت أصلي أم أذهب للراحة، في حين إن أردت شهوة رديئة لا أفكر كل هذا الوقت بل أسرع في تنفيذها فورا. فيا إلهي ومخلصي، هبني ألا أغفل صلاتي في الليل. آمين. بتشويسف اسمو ايروك ايفول خنسيون في ايطف ثميو اينت فيني مبكاهي دوك ساسي في لا نثروبي. يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء والارض، المجد لك يا محب البشر. اف ايه اسمو معناها يباركك، بس الجميل في الكلمة هنا انها جاية في مستقبل في اللغة القبطية اسمه المستقبل اليقيني، يعني اللي لازم يحصل في المستقبل. بيستخدموا دايما المستقبل اليقيني في اللغة القبطية لما يعبر عن النبوات، سوف يباركك يقينيا، يعني بالتأكيد ربنا هيباركك. معناها في اللغة القبطية مطمئن جدا لينا. سيون هي صهيون، اتفي يعني السماء، نيم يعني وا، ابكاهي يعني الارض. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض، مزمور 134:3. يا لفرحتي وحظي، سأنال بركة من لدن الرب. باركني يا إلهي، بارك كل ما تمتد إليه يدي، فأنت مصدر كل بركة ونعمة، وإن كنت غير مستحق لها إلا إني أحتاجها، واحتياجي لها ليس لأمر مادي وإنما إحساسي بوجود البركة في حياتي، يجعلني دوما أتذكر عطفك وحنوك وكرمك وغناك يا رب الكل، ويجعلني أحبك أكثر فأكثر. وتزداد فرحتي جدا حينما أسمع من أباء الكهنة في الكنيسة يقولون لي بركة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس تكون معك. ما كل هذه النعم يا رب؟ كل هذا لي أشكرك يا ربي، ولا تحرمني الوجود في صهيون الجديدة كنيستك المقدسة، وانعم لي دوما ببركاتك الإلهية. آمين. ماري باتي هو خنتم بكم سو اب تشويس مقاتي ني كتابك ساجي دوك ساسي في لا نثروبي. فاليد نو توسلي قدامك يا رب، فهمني حسب قولك المجد لك يا محب البشر. كلمة باتيهو معناها توسلي، وكلمة خنت معناها يقترب أو يدنو. كلمة ما كاتي كلمة من مقطعين، ما يعني اعطي وكاتي يعني فهما. كلمة كاتا هي كلمة يوناني معناها حسب، زي لما نقول كاتا ماركون يعني بحسب مرقس. كلمة بيك ساجي كلمة من مقطعين، بيك وساجي معناها نهائي قولك. أتوسل إليك يا رب أن تحلني من وثاق هذا العار، طوبيا 3:15. رب يسوع المسيح، أركع أمامك متوسلا إليك يا معطي الرجاء لمن ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين. وليقترب توسلي هذا إليك وأمامك يا رب، ولترفعه ملائكتك، لأنني غير مستحق أن أرفع وجهي أمامك، بل لست قادرا
لأنني مربوط برباطات الخطية وغير قادر على فكها بقوتي ومقدرتي الخاصة. فكما منحت توبيا نعمة وفككت وثاق العار عنه، أنعم علي أنا أيضا عبدك وحلها عني، وعلمني أن أصنع كل شيء حسب كلمتك المقدسة. وأصلي مع أبي داود النبي قائلا: أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تغزني من رجائي، فلتصل رحمتك لتعزيتي حسب قولك لعبدك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني حسب قولك. آمين. If ee ee khunem pekem so en je pak si yo makatapik sa ji matan khoy dok sa si fila nithrope li yadkhul ibtiha li amamika ka kalimatika ahyini al magdu laka ya muhibbul bashar. الكلمتين إف إي إي وإيخون معناهم على بعض هو يقينا يأتي إلى داخل. كلمة باكسيوما معناها فرحي أو ابتهالي. كلمة ماتنخوي معناها أحيني. فابتهلنا إلى الرب فاستجاب لنا، وقربنا الذبيحة والسميز وأوقدنا السرج وقدمنا الخبز. مكابيين الثاني 1:8. يا رب يسوع، قد أخبرني الملاك أن صلاتي لم تصل إليك ولم تدخل أمامك، ففحصت نفسي مرات عديدة لا أجد العيب والسبب وراء عدم وصولها لمحضرك المقدس، فإذ بي أجد أنها فاترة ومملوءة تشتيتا، وكثيرا ما تكون إرضاء لضميري وتسكينا له. وتأكدت أن السبب هو في الفتور وفي صلاتي الضعيفة، ولكنني أرجو منك أن تمنحني قوة ونعمة لتصعد صلاتي وابتهالي أمامك، واثق أنك حتما ستقبلها وتستجيب لي بعظم رحمتك يا أبي السماوي، مؤمنا أنني بالتحادي بك يا كلمة الله الآب في سر التناول وعبر كلمتك المقدسة سأنال الحياة. آمين. إرينا إس فوتو فيفن أو إسمو إيشو بكشان إتصافو ينك مثمي دوك ساسي فيلا نثروبي طافيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك المجد لك يا محب البشر. كلمة إيري معناها دائما، وهنا معناها دائما تفيض شفتاي تسبيح. ناقص فوتو معناها شفتاي. كلمة فيفي معناها تفيض. كلمة نيك مثمي معناها حقوقك. تنبع شفتاي تسبيحا إذا علمتني فرائدك، مزمور 119-171. ربي يسوع، يبتهج قلبي فرحا حينما تنطق شفتاي وفمي تسبيحا لك، وما هذا الفرح إلا نعمة من عندك يا مصدر كل الأفراح. ومن وقتها فلم يسكت فمي ولم يهدأ قلبي ولم تفتر شفتاي عن أن تباركك. وحينما يسألونني عن سبب فرحي وتسبيحي لك، لم أستطع أن أخبئ عنهم السر، بل ككارز لهم ومبشرهم بالأخبار المفرحة قلت لهم أن مصدرها هو فرائدة. ولكن بعضهم سألني: أليست وصاياه ثقيلة؟ فقلت لهم: لا، بل هي كنز ثمين، وهي سراج لرجلي ونور لسبيلي. أشكرك يا رب لأنك علمتني حقوقك، فأنر بها لكل العالم فلا يحيد عنك. آمين. فالاس اف ار او او خنك ساج جنك دولي تي روحان مثميني دوك ساسي فيلا نثروبي لساني يخبر بأقوالك لأن جميع وصاياك هي حقنا المجد لك يا محب البشر.
كلمة بالاس كلمة من مقطعين با ولاس معناها لساني، نيك ساجي كلمة معناها أقوالك، نيكن دولي كلمة من مقطعين معناها وصاياك، كلمة تيرو معناها كلهم. يغني لساني بأقوالك لأن كل وصاياك عدل، مزمور 119-172. ربي يسوع المسيح، حاولت مرات عديدة ألا أنطق أو أتكلم لمن هم حولي بكلامك الحلو، ولكن لم أستطع أن أسكت أو أهدأ، فأخبرت بكل أقوالك. مهما قيل عني ومهما سخروا مني فأنا مسؤول عنهم، وقمت بعمل المبشر وصرخت مع الرسل قائلا لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وأنا قد اختبرت معك يا رب يسوع كل الحق والرحمة والعدل واللطف والصلاح والغفران والخلاص، ورأيت قبولك لي الغير مشروط، وذقت وصاياك المحية، فنقلتها لمن هم حولي لأني سررت جدا بها. جعلني يا رب أشهد لك على الدوام وأخبر بوصاياك المحية. آمين. ماريسو بنجيتك جيك افنه ميت جنيكن دولي اي ار اي بي ثي من ايرو او دوك ساسي في لانثروبي، لتكن يدك لتخلصني لاني اشتهيت وصاياك المجد لك يا محب البشر. كلمة تيك جيج كلمة من مقطعين معناها يدك، كلمة إيف نهميت معناها لتخلصني، كلمة نيكن دولي معناها وصاياك، وكلمة اندولي هي كلمة يونانية الأصل، وحرف الطاف هنا تنطق دال لأن بيسبقه ني. كلمة اي اير اي بي ثيمين معناها أنا قد اشتهيتها. لتكن يدك لمعونتي لأنني اخترت وصاياك، مزمور 119-173. حقا يا ربي من يتذوق خلاصك وينله يسبح دائما، وفي تسبيحه يطلب الخلاص، وفي خلاصه دوما يسبح. ولكن ما أجمل هذا التعبير الذي كتبه أبي داود النبي بإرشاد من الروح القدس، لتكن يدك لتخلصني، أي دائما مستعدة لخلاصي، تنقذني وتخلصني وتعينني قبل أن أقع، وإن سقطت تسندني كي أقوم وأنهض. ويدك هي التي تدفعني لعمل الخير والصلاح، وهذه اليد هي التي تبسطها فأنام مستريحا عليها ناسيا همومي وأحزاني. وإن أردت تأديبي فيدك تؤدبني، ويدك الأخرى تمسح دموع عيناي. فيا رب لا تبعد يدك عني وخلصني. آمين. ايت ششو او امبك او غايب تشويس اوه بيك نوموس بيتا ميليتي دوك ساسي في لانثروبي، اشتقت الى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي المجد لك يا محب البشر. كلمة اي تشي شو كلمة من ثلاث مقاطع، اي يعني انا قد، تشي يعني اخذت، الشو يعني رغبة او شوق، بيك او جاي كلمة من مقطعين، بيك يعني ما لك، و جاي يعني خلاص فتبقى خلاصك. بيك نوموس كلمة من مقطعين، بيك يعني حاجة بتاعتك، ونوموس يعني ناموس فتبقى ناموسك. كلمة تا ميليتي كلمة من مقطعين، ميليتي دي كلمة يوناني معناها تلاوة، وتا معناها شيء خاص بي فتبقى تلاوتي. لخلاصك انتظرت يا رب، تكوين 49-18. ربي يسوع المسيح، لدى قلبي رغبة عارمة واشتياق قلبي لخلاصك، وهذا الشعور أتى بعد سلوكي الفاتر الذي جعلني أشتاق للخطية أكثر من شوق لأتلاقى معك ومع ما وهبته لي من خلاص. اشتقت إليك ولخلاصك كما اشتاق الابن الضال لأبيه ولحضنه الأبوي. اشتقت لك ولعطفك علي، اشتقت أن أرى يدك في حياتي بوضوح، واشتقت لوقفات الصلاة الحارة، اشتقت لدراسة قوية في كلماتك المقدسة ولتسبح طوال الليل لتملأ أعماق روحي، اشتقت إلى التناول من جسدك ودمك الأقدس، اشتقت أيضا لقراءات الروحية، واشتقت لخلوة معك وحدك،
فلب اشتياقي وعزني. آمين. اس اي اون خنج طائب سي شو اس اي اسمو اي روكو وهنك هاب اف اير فوي ثين اي روي دوك ساسي في لانثروبي. تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني المجد لك يا محب البشر. كلمة اس اي اونخ معناها هي يقينا سوف تحيا. كلمة تا بسيشي كلمة من مقطعين تا وبسيشي معناها نفسي. كلمة نيك هاب معناها احكامك. والكلمة الاخيرة اف اير فويثين معناها سوف تصنع معونة، يعني ممكن نقول سوف تعينني. عن احكامك لم امل لانك انت علمتني. مزمور 119-102. دخل لطبيعتي مرض يوميت اسمه الخطية، فأضر بي وأماتني وأفسد طبيعتي. ولكن لأنك إله متحنن لم ترد أن أبقى في هذا الفساد طوال الدهر، بل أتيت وجددت طبيعتي وأحييتني من بعد مماتي. وهذا لأني اتحدت بك يا رئيس الحياة ومنبعها. الآن فقط أدركت أن معجزات إقامة الأموات لم تكن للإبهار، بل كانت لي أنا الضعيف المائت كرجاء في منحك لي حياة مرة أخرى، حتى لو فسدت وتعفنت كلعازر في موته. فأحيني يا رب لأقوم وأسبح قيامتك المقدسة. يا من بتجسدك باركت طبيعتي، وبموتك على الصليب خلصتني، وبقيامتك أحييتني. الآن يا رب كمل عملك في وحيني بواسطة كلمتك المقدسة لأنها حية وفعالة. آمين. اي سوريم اي مفريتي ان او اي سو او اي افتاكو كوتن سابق فوق جنيكن دولي ام بي اير بو ابش دوك ساسي في لانثروبي. ضللت مثل خروف قد ضل فاطلب عبدك فاني لوصاياك لم انسى المجد لك يا محب البشر. كلمة اي سوريم معناها انا قد ضللت. كلمة او اسو او معناها خروف او حمل. اي افتاكو معناها قد هلك او ضل. بيك فوك كلمة من مقطعين معناها عبدك. ضللت كشات ضالة اطلب عبدك لاني لم انس وصاياك. مزمور 119-176. ربي يسوع انت الرعي الصالح وانا خروفك الذي ضل. فرجوك يا الهي ابحث عني لاني اعجز عن المجيء اليك. تعال واحملني على منكبيك، فانغماسي في الطين ثقل من عزيمتي وإرادتي. يا رب تعال واطلبني وارفعني، فإني أريدك. لا تذكر لي حماقتي وبعدي عنك، فقد علمت كل البعد أنه لا خلاص إلا معك وبك وفيك. أريد الرجوع إليك ولا من مرشد، بل أحاط بي الشياطين مثل النحل حول الشهد. ماذا ستفعل يا ربي؟ رجائي وخبراتي معك وخبرات من سبقوني معك تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنك ستبحث عني إلى أن تجدني وتأخذني في حضنك الأبوي. فلا تتأخر يا ربي. آمين. دوكسا باتري كي يو كي اجيو بنفماتي دوكسا سي في لانثروبي. المجد للاب والاب والروح القدس المجد لك يا محب البشر. بيسموا دايما القطعة دي الدوكسا، معناها التمجيد، وهي أصلا كلها باللغة اليونانية ودايما بنصليها في الكنيسة كتير. كلمة دوكسا معناها المجد. باتري معناها للأب. كي معناها و. إيو معناها للابن. أجيو بنفماتي معناها الروح القدس. كلمة أجيو معناها القدس وبنفماتي معناها الروح. وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. رؤية 19-1.
أصلي ممجدا الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. أمجد الله الثالوث لأن الآب نظر إلى ذلي وبؤسي وأراد خلاصي، فأرسل لي ابنه الوحيد ليتجسد ويصلب ويموت لأجلي وبدلا عني، ويقوم ويصعد إلى السماوات كي يرسل لي الروح القدس العامل في الكنيسة والأسرار المقدسة، كي يهبني مفعيل الخلاص حتى أعود مرة أخرى لحضن الآب. فلك مني كل التمجيد أيها الثالوث القدوس. آمين. كينين كأي كيستوس أيونس تون أيونون آمين دوكساسي فيلا نثروبي الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد لك يا محب البشر. كلمة نين معناها الآن، كلمة أي معناها دائما، كلمة إيس معناها إلى، وآخر كلمة تون أيونون معناها الدهور. كينينكا اي كيستوس ايوناستون ايونون امين هي برضو باليوناني. مباركا مدى الدهور طوبيا 3:23. المجد لك يا رب من الان والى ظهر الدهور امين. لك المجد في كل وقت وكل اوان، فانت الممجد والمسبح والمتعالي على الاظهار والى الابد رحمتك. لا تسمح يا ربي ان ينقطع تمجيدي لك في اي يوم من الايام، وليكن طول الدهور حتى أصل لميناء الخلاص ودار الراحة والسرور الأبدية السعيدة، وتظل روحي مبتهجة وممجدة لك أيها الثالوث القدوس، فلا تقطع تمجيدي لك من الآن وإلى ظهر الدهور. آمين. بي او او ام فيوت نم بشيري نم ببنف ما اث او بيز جنتين ونم شائن انتني انهتير وامين ذوك ساسي فيلا نثروبي. المجد للأبي والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الأبدين كلها امين. المجد لك يا محب البشر. معنى الربع ده هو نفس معنى الربع اللي فات ولكن باللغة القبطية. كلمة بي او او معناها المجد، اي مفيوت معناها للآب، بشيري معناها الابن، بي بنفما اث اواب معناها الروح القدس، كلمة شائنيه معناها الى ابد. لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض. أخبار أيام أول 29:11. ظللت يا رب يسوع أفكر مرة أخرى كيف أمجدك بطرق شتى ومتنوعة. ماذا بعد تمجيدي لك بشفتاي؟ تذكرت وقتها قول معلمنا يوحنا الحبيب حينما قال بالروح القدس: لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فحينما أمجدك أيها الثالوث القدوس المساوي، لابد أن أعلن هذا من خلال إعلان بنوتي لك بالحق أيها الآب، عبر سلوكي وأعمالي وتصرفاتي متشبها بابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، وخاضعا لعمل روحك القدوس فيا. فهبني يا رب أن أمجدك كل حين من الآن وإلى ظهر الدهور. آمين. بي او او ناك بي ماي رومين اغاثوس بي او او انتك مافن بارثينوس نمني اث او ابتيرو انتاك ذوك ساسي فيلا نثروبي. المجد لك يا محب البشر الصالح، المجد لأميك العذراء وجميع قديسيك. المجد لك يا محب البشر. بي ماي رومي معناها المحب البشر، وهي هي نفس كلمة فيلا نثروبي. إن أغاثوس معناها الصالح، تيك ماف معناها أمك، بارثينوس معناها عذراء، إث أواب معناها القديسين. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين مزمور 89:5.
ربي يسوع المسيح، في هذا اللحن صليت لك وقصصت عليك يا رب يسوع يوم من أيامي، بل ساعة من أوقاتي، فإنني لا أغالي إذ قلت أن الخطية تحاربني في كل حين، وإما أن أغلب بنعمتك لي ودفاعك عني، أو أسقط فيها بانجذابي نحوها وتلذذي بها وترك يدك. لكن متى أيقظتني وأقمتني من غفلتي أشكرك وأمجدك على عظيم أعمالك معي. فما أجمل هذه الصفة المطمئنة لي أنك محب البشر، فنحن صنعة يديك وخليقتك. ولا أنسى أبدا صلوات أحبائي القديسين من أجلي، وعلى رأسهم أمي الغالية العذراء مريم، فلها مني كل تكريم ورفعة ومجد لأنها تسندني بصلواتها حتى أصل لحضنك. آمين. دوكساسي أومونوجينيس أجياترياس إليسوني ماس دوكساسي فيلانثروبي. المجد لك أيها الوحيد أيها الثالوث القدوس، ارحمنا. المجد لك يا محب البشر. كلمة أومونوجينيس معناها الوحيد. الكلمتين أجيا ترياس معناهم الثالوث القدوس، أجيا يعني القدوس وترياس يعني الثالوث. كلمة إليسونيماس أبونا دايما بيقولها في بداية أي خدمة لترجية وهو بيفتح ستر الهيكل، ومعناها ارحمنا. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين. يهوذا 1:25. المجد لك يا رب يسوع، يا وحيد الآب، يا من خلصتني بتجسدك وصليبك وموتك وقيامتك، وأزلت عني العقوبة وبدلتها بالخلاص، لأني بعد أن عصيت أمرك وأكلت من الشجرة بغواية الشيطان ذهبت للجحيم وعشت أياما كئيبة ومحزنة، ولكنك لم تشأ هلاكي، لأنك يا محب البشر خلصتني وفديتني وحررتني من ظلمة هذا الجحيم، فالمجد لك يا رب. آمين. ماريف توم فنجيف نوتي مارو غوري فولن جينف غاجي تيرو مارو فوتي فول خائت هي امبف هو انجي او اني فينت مستم بفرانت اواب دوكساسي فيلانثروبي. فليقم الله وليتبدد اعدائه كلهم، وليهرب من امام وجهه كل مبغض اسمه القدوس. المجد لك يا محب البشر. كلمة مارف تومف معناها فليقم، افنوتي معناها الله، نيف جاجي معناها أعدائه، بيفران معناها اسمه. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد أعدائك ويهرب مبغضوك من أمامك، عدد 10:35. ماذا رأى موسى؟ لعله كان يرى في بدء ارتحال التابوت قوة قيامتك يا رب يسوع، إذ يتحرك بعد يهوذا ورأوبين أن يأخذ الحركة الثالثة بعد المحلتين، أن يرى السيد قائما في اليوم الثالث مبددا قوى الشيطان والخطية وملكوت الظلمة. وإن اعتبرنا كل محلة بأصباطها الثلاثة تتحرك ثلاث حركات، فيكون ترتيب التابوت هو الثامن، وأنت قمت يا إلهي في اليوم الثامن أي أول الأسبوع الجديد. قم يا رب وبدد كل أعدائك الشياطين الملاعين، وهب لنا قوة القيامة. آمين. بيك لا أذي مارف شو بيخين بي اسمو إيهان شو إنشو نمها نذبا نذبا إيرن بيك أوش. وأما شعبك فليكن بالبركة أولوف أولوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. كلمة بيكلاؤس معناها شعبك، هانن شو معناها ألوف، بيك أوش معناها إرادتك.
واغرس شعبك في مكانك المقدس كما قال موسى، سفر مكابيين الثاني 1:29. رب يسوع المسيح، نحن شعبك وغنم رعيتك، باركنا يا رب، لا لنزداد عددا وإنما لنزداد صلاحا وتقوى، ونصنع البر كل حين، ونقوم بعمل إرادتك المقدسة، وكما طلب موسى هذه الطلبة أن تغرس شعبك في مكانك المقدس، فلتغرسنا نحن أيضا في وصاياك المقدسة وفي كنيستك المقدسة. آمين. تشويسك ايه اقوون انا اسفوتو اوه ايري روي جو امبيك اسمو. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحاتك. اك ايه اقوون معناها انت يقينا تفتح، روي يعني فمي، جو يعني ينطق، امبيك اسمو معناها بركتك أو تسبيحتك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، مزمور 51:15. لم يقف عملك معي يا الله إلهي، معي أنا الخاطئ، عند رد البهجة لنفسي، وإنما تفتح لي شفتاي كي تخرج مني تسبيح البركة لإسمك القدوس العظيم. فعرفني يا رب ماذا أسبح وماذا أقول، ودع روحك القدوس ينطق على فمي. آمين.